نينوى تمر بتخبط أمني، وذلك بكثرة الجهات الأمنية والزي العسكري، حيث هنالك يعتقل بعض الشباب ويطلق سراحهم بعد فترة ثم يعتقلون من جهة أخرى، وهذا دليل أنه لا يوجد تنسيق أمني بصورة صحيحة. وأضيف كما ذكر الأخوان الذين سبقوني، هنالك معاناة للمواطن الموصلي عندما يراجع أي دائرة حكومية لغرض معاملة كان أو شغلة تخص الشهداء أو المعاملات، حيث إن لم يدفع المال لا تجري معاملته، لا توجد رقابة، لا توجد حكومة محلية تراقب هذا الشيء، لا يوجد من يدافع عن هذه المحافظة. وأقول كل هذه الأسباب هو سببها المحتلين، والحل الوحيد هو خروج المحتلين من أرض الرافدين ليعود الحكم للعراقيين الوطنيين المخلصين. وشكرا. طالما حذرنا قبل تحرير نينوى وأثناء التحرير وبعد التحرير من تعدد صناع القرار الأمني في محافظة نينوى، وهذا أمر يجب أن يناط بجهة واحدة فقط تسيطر على الوضع الأمني، ولكن التخبط الموجود كما يقال كل من إيده ألو، وتقاطع الأجندات، وخاصة أن بعض الجهات المسلحة والميليشيات انتماءاتها لأحزاب وكتل معينة لها أجنداتها الخاصة، كل هذه التقاطعات نرى تأثيرها على الشارع الموصلي داخل الموصل. وما حدث أخيرا من استشهاد شرط المرور الذي جاء ليؤدي دوره المهني في أن يجري تخطيطا داخل مدينة الغابات، فانصدم بأنه الجهة التي قامت بالحادث هي جهة متنفذة ومسلحة، وبعد أن صعدت شدة أو الخطاب حتى وصلت إلى مرحلة صدام تم على إثرها مقتل أو استشهاد هذا الشرطي. وهناك حوادث أخرى لم يتعرض لها الإعلام في بعض محطات تزويد الوقود، عملية كما يقال بالعامي ضرب السرة، وسيطرة بعض الميليشيات أو الحشود على هذه المناطق بما تؤدي إلى صدامات، وحدثت في محطة تعبئة الجزائر حتى تدخل السيد قائد عمليات نينوى، وهذا ما كنا قد حذرنا منه سابقا وذكرته أنا شخصيا للسيد قائد عمليات نينوى، في أنه القرار الأمني يجب أن يكون بيد جهة واحدة وجهة وطنية وحكومية وتمثل الدولة وليس الحشود وشيوخ العشائر والميليشيات الوافدة لمحافظة نينوى من الخارج. الجيش ليست مكانه داخل المدن، الجيش بعد أن قام بواجبه المقدس في تحرير المدن ومحاربة عصابات داعش يجب أن يخرج ويحمي المدن من الخارج. الأمن الداخلي هو مناط بالشرطة المحلية ووزارة الداخلية حصرا، وكل ما يجري هو تخبط بدون تخطيط مسبق. وأنا حسب تصوري أتوقع إذا ما بقي الأمر على ما هو عليه سيكون قادم الأيام وأسوأ من حاضرها. أولا نساند وقفة أخواننا وأهلنا في جنوب وسط العراق من أجل المطالبة بحقوقهم ومن أجل عيش رغيد كريم يستحقه المواطن في جنوبنا وفي جنوب وسط البلد. ونطلب من أخواننا المتظاهرين في جنوب الوسط البلد إضافة إلى مطالبنا أيضا إعادة المفصولين من الشرطة العراقية في نينوى التي انتكست بداعش وبعد داعش وبعد تحرير عراقنا العظيم ومدننا، لم يرجع من الشرطة المفصولين إلا عددا قليلا جدا، ولذلك نطالب الجهات المعنية بالنظر إليهم وإرجاعهم، كونهم ليسوا أشخاصا فقط، إنهم عوائل كاملة. احنا من المهاجرين الموصل بحي القاهرة، يعني الموصل مدمره غادي ذاك الجانب الايمن، وهنا هم يعانون المواطنين، النقر والسواجي وبلديه ماكو، صحه ماكو، المريض ما عنده فلوس على نفسه، يروح على المستشفى دواء ماكو، يطلع ياخذ الراشيته ب 20-30 ألف، وعمل ماكو، ورزق ماكو، واحنا نعتب على الدوله، الدوله ام واب، احنا حقنا عليهم، من ناخذ حقنا؟ الله يعطيهم العافيه، شوي ينظرون لنا، ماضيه ما شلون كان؟ هم مثلنا معانون، والله ملككم هذا الملك، غير ينتبهون على المواطن والشعب؟ اما بلا الشعب يسوون شيء ما يسوون شيء. والمشتكى لله ولا حول ولا قوة الا بالله. والله الخدمات تعبانة ميتة والله. والله انا بيتين راح لي،
ومحلين راح لي بسياره والله العظيم، وقاعد هنا ايجار بالقاهره، وصايط ما عندنا ورزق ما عندنا فلوس ماكو، والمشتكى على الله وللدوله. احنا نريد الحق من الدوله، الدوله الام والاب والوطن الكبير، واحنا مواطنين مكسرين لا جنح لا رجلين. والحل اليوم عالجنا في الزباشر، الاخ يتمرض يتوجع منين نجيب له دواء وعلاج؟ ما يصير، ارحموا بالارض ارحمكم بالسماء. يا عزيزي يا اخويا ما يصير الشكل، انتوا قبل كنتوا ضايعين مثلنا، والله ملككم هذا العرش، ارحموا الناس. بالنسبه لمعاناه اهالي نينوى، خدمات البلدية صفر، أي مواطن هسا تسأل يقول لك الخدمات صفر. إذا نجي على دائرة البلدية اللي هي بحي السكر مقابل خالد أبو القص، نفتر دور ما دايرها، يجون المسؤولين عليها، دور ما دايرها حدائق ونافورات، وخلف الله على مدير البلدية سوالنا ثلاث طسات، لأن إحنا يعوزنا طسات، ما تكفين الطسات اللي بالشوارع، سوالنا ثلاث طسات موجودة بالشارع، طسات صناعية. هاي مسألة. والمسألة الثانية اللي هي تهم الناس كلها، مسألة المعتقلين عند الدواعش. كافي كافي ما عاني أنا سنتين ونص، سنتين ونص الدواعش ماخذين ولدنا، ها سنتين ونص جون القوات الأمنية استبشرنا خير، استبشرنا خير بالقوات الأمنية، ولدنا عند الدواعش. زين بهاي السنتين ونص ما قدروا يسوون جرد ميداني على ذول المعتقلين ويشوفونهم، يشوفونه اذا ويا الدواعش، ويا الدواعش هذا حسابه على الدوله، واذا الدوله ماخذته على الدواعش ماخذينه على مود تليفون. من هناك سنتين ونص، ومن هنا سنتين ونص، هاي خمس سنوات على مود تليفون. اتقوا الله شويه، اتقوا الله، ديروا بالكم على الشعب، ما يصير هيك شيء. استبشرنا خيرا ان ما دمر من نينوى تعرضت الى دمار كامل واصبحت محافظه منكوبه، حيث تعرض أبناء نينوى إلى القتل وتدمير البنى التحتية في المدينة القديمة. تعرضت المدينة القديمة إلى تدمير بناها التحتية، وهناك أكثر من 53 ألف دار مهدم في الساحل الأيمن، والمستشفيات مدمرة، والجسور والمدارس وكل ما له صلة بخدمة أبناء نينوى. واستبشرنا خيرا أن هناك تعويضات لأبناء محافظة نينوى عندما تركوا دورهم إلى المخيمات، مخيمات النزوح، ولكن المدينة محررة لأكثر من عام ونصف، ولحد هذه اللحظة لم يعوض أي من أبناء محافظة نينوى من ما رأيناه من الحكومة أن تعوضهم، وخاصة في مؤتمر الكويت في الدول المانحة الذي لم يرى النور لحد هذه اللحظة. وأهالي نينوى، يعتبر الساحل الأيمن هو أكبر مركز تجاري في محافظة نينوى، حيث مركز المدينة والتبادل التجاري في هذا الجانب، لكن لحد هذه اللحظة لم يكن أي موقف للحكومة في هذا الاتجاه. أستاذ عفوا، موضوع تعديل القرار مدينة الموصل أدى إلى استشهاد أحد العناصر الأمنية يوم أمس بسبب الاشتباك ما بين الميليشيات المسلحة وبين الداخلية. طبعا احنا ندري أن الأمر في محافظة نينوى هو أن هناك قيادة عمليات في محافظة نينوى، وهناك تعدد مصادر قرار عسكري في هذه المحافظة، لكن الصراحة نرى أن هناك بعض الأمور التي تحصل هنا أو هناك أو خروقات حصلت، مثل ما حصل هذا اللي كان هناك شجار بين قوة من الشرطة وقوة من قوات حشد معينة، كان هناك تصادم وأدى إلى استشهاد أحد مفوضي منتسبي شرطة نينوى. نحن ندعو إلى أن يكون القرار بيد قيادة العمليات والقوات المنضبطة، ويجب أن يكون للشرطة المحلية في نينوى دور، والكل يعلم أن أبناء نينوى حصتها 32 ألف من الشرطة المحلية، وهناك 32 ألف شرطة محلية مفصول، وقد عانوا وعانوا القتل والترهيب على يد الإرهاب، ولحد هذه اللحظة نينوى بحاجة إلى الأمن والاستقرار. إذن يجب على الحكومة المركزية أن تعيد الشرطة المفصولين لكي يكون لهم دور، وأن تكون هناك قوات نظامية تلزم زمام الأمور في محافظة نينوى. الصراحة نينوى غائبة عنها أمور كثيرة، تعاني بنقص بالخدمات، وتعاني أن هناك بطالة كثيرة في محافظة نينوى من جراء العمليات الإرهابية التي حصلت،
فنينوى بالنسبة للأمور الاقتصادية كنا هناك أكبر مركز نشاط تجاري في الساحل الأيمن معطل الآن. بالنسبة للحصة التموينية التي توزع للمحافظات العراقية، هناك 4 مواد تموينية وزعت في المحافظات العراقية. سابقا كان هناك 11 مادة توزع من زاخو إلى الفاو، خلال 3 أيام تصل الحصة إلى أقرب مركز داخل مدينة الموصل، و5 أيام إلى الأقضية والنواحي. ما لاحظناه أن وزارة التجارة لم يكن لها الدور في توزيع الحصة التموينية على محافظة نينوى حالها كحال المحافظات العراقية الأخرى، حيث 4 مواد ولم توزع بصورة منتظمة. 3 سنوات غائبة عن نينوى الحصة التموينية، والفترة الأخيرة غابت عنها لأكثر من شهر، يعني أقرب فترة سابقة مرت أن هناك 3 أشهر حصص تموينية لم توزع لمحافظة نينوى، وآخر شهرين لمادة الطحين الشهر الرابع والخامس لم يصل، وهناك فقط للشهر الخامس توزع الحصة التموينية. هذا اريد نحكي احنا على الشغلات اللي نحتاجها، فاحنا نحتاج كل شيء بالعراق، نحتاج كل شيء خدمات بالذات الموصل يعني، وبالذات الجانب الايمن بعد التحرير لحد الان يعني ما شفنا اي تغيير، 1% يقول بس 99% ماكو تغيير. احنا نريد الخدمات تجي لهاي المدينه المنكوبه، ونريد الخدمات بصراحه. احنا لما نحكي عن مشاكلنا بالموصل ترى هاي مشاكل عامه بكل العراق، واحنا جاي نشوف التظاهرات يعني تصير بالبصره على مود الخدمات. رايكم بالتظاهرات متضامنين وياهم بالموصل؟ والله انا بالنسبه لي شخصيا متضامن معهم طبعا، لانه هذه الامور اللي يطالبون بها هي يعني منها كل العراقيين، الشعب كله، هم المسؤولين نفسهم يعرفوها. ماكو داعي احنا يوصلونا يعني الى حاله انه نطلع مظاهرات حتى ينطوك كهرباء، حتى ينطوك ماي، حتى ينطوك ابسط الحقوق اللي انت محتاجها. واني اقول والله العظيم بئس المسؤول اللي 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 يخلي المواطن يطلب هو بنفسه الحاجه اللي هو المفروض المسؤول يوفر له هي. لازم المسؤول هو يوفرها قبل ما الشعب يريد، حتى يكون تكاتف بين الشعب وبين المسؤولين، وناس تحب ناس ويمشون هذا البلد الى طريق يعني الخير والتقدم. واحنا هسه يعني بالحقيقه بالموصل مشكله الكهرباء هذه، الباحة اني وزير الكهرباء يقول يا جماعه، يقول مشكله الكهرباء انه احنا يعني سوشيال المولدات اكو تعامل بينهم بين قسم من جماعات الكهرباء بان ينطون هاي المنطقه شكل وهاي المنطقه شكل. زين هذه معروفه، هسه قبل راس الشهر راح ينطفي الكهرباء عندنا احنا هنا، على ما الناس تؤدي الايجار مال المولد يعني تؤدي هذا، وبعدين يرجع يستعدل الكهرباء. احنا عندنا مشكله عويصه، وهو انه ماكو محاسبه نهائيا. الله سبحانه وتعالى يقول لكم في القصاص حياتنا الى الباب، اذا ما اكو قصاص ما لا تصدق اي شيء يستعدل، لان الله سبحانه وتعالى لما نزلنا شرع وعندهم هم دستور، هذا هم الدستور مالتهم اللي نفسه هم اللي معترفين به، واللي سنوا هذا بريمر وجماعته هم يعني ما حيمشون عليه، يعني حتى لو يمشون على الدستور هم يصيبنا جانب من الخير، لكن حتى هذا الدستور اللي هم قرروه وهم معترفين به ما عطفوا. ولذلك احنا الحل والله الحل دحق بانه نقضي على الفساد، المحاسبه، اخي اذا ما محاسبه بس اروح على الدوائر، والله المواطن اكبر اهانه يحس بها عندما يراجع اي دائره. اول ما احكي لك على دائره البلديه، دائره البلديه لو تدخل بها وتجي يم دائره البلديه بتشوف دائره البلديه عندنا بالموصل دائرة يعني منتزه، حديقة، ورود، أشجار، يعني زينينها من كل النواحي وبالأفرع وبالمحلات الباقية ما هي، يعني كلها قاذورات وصاخات، ماكو لا سيارات نقل، الطسات بالشوارع، دائرة البلدية. ثانيا دائرة عندنا الصحة، الصحة بالموصل معدومة إلى حد يعني ما أعرف إيش أقول لك، تدخل مستشفى علاج ماكو، خارجي بطايق يقصوها 5000 ماكو علاج، يقول لك روح اخذها من الخارج. ونسال على العمليات البارده، يتقوا الله الدكاتره بالعمليات البارده، الفقراء الذين يطبون عندهم عمليات بارده يقول له ماكو، اطلع على العياده الخارجيه تسوي عمليه، ما شفنا هيك يعني بالداخل نهائيا، يعني ماكو دكاتره نهائيا عندنا، شالوا الضمير. ودائره الجنسية حدث ولا
الجنسية بالأحرى عمولات تأخير بال يعني إذا تتمشي تتمشي أنت بالمعاملة 3 أشهر إذا حصلت الهوية يعني زين 3 أشهر أما بفلوس بفلوس تنطي فلوس خلال 3 أيام يومين تستلم الهوية ورقة ورقتين يعني هاي الماشية عندنا دخلوك يعني إذا حد تروح تمشي بالمعاملة تشابه أسماء استخبارات أمن وطني ويعرقلوها عليك إلا أن بشرط تجي تدفع الفلوس تستلم هويتك وهاي الشغلة كادر التربية والهاي يعني الشغلة فاشلة عندنا بالموصل ماكو. أنا أحد موظفي تربية محافظة نينوى. اليوم صار لنا من تحررنا إلى هذا اليوم فوق 1 سنة و6 أشهر. رواتب مدخرة ماكو. رواتب متراكمة ماكو، يعني المدخرة سووها وجبتين، وجبة استلمت ووجبة ما استلمت لحد الآن. وهسه يعني يحسبوننا بس الاسمي. زين. هي حكومة لو ما حكومة. أخي إذا حكومة ليش تسوي الفئة فئتين؟ ليش 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 ما تنصفنا احنا أهل الموصل؟ ليش تنصفها للجنوب؟ الجنوب قامت مظاهرات قبل نبهوا مطالبهم والموصل صار له اليوم سنين يعاني ويشكي ويبكي وما حد دار له بال، يعني نريد نعرف شنو السبب؟ تمييز عنصري؟ هل اكو تمييز عنصري؟ خلوا يقولوا لنا يابا تمييز عنصري واطلعوا انتم خارج العراق. وشكوت الأخرى والله إحنا تعبنا يعني تعبنا من هذه الحالة معتقلين ما نعرف وين صاروا الله وكيل الآن صار عندي معتقل من 2013 لليوم فلا ندري وين صار يا أخي خلي يرحمونه يعدمونهم خلي يعدمونه والما عنده شيء خلي يطلقون سراحه يا أخوي والله الخدمات صفر يا أخوي أنت جاي تشوف بعينك المناطق الراقية تنظيف 24 ساعة والمناطق الشعبية والله ما حد يشتريها فلسين الله وكيلك تعال روح شوف جدة من أسعى صايرة مزبلة مزبلة الله على ما أقول وكيل يا أخي خلي يتقون الله حكومة العبادي خلصنا من جماعة تأثير النجيفي إنه بجانا غير ناس يا أخي خلي واحد يرحمنا يرحم هاي الناس رأيك موضوع إنه قبل أيام حشد قاتلين شرطي في المصر والله يا أخي إحنا ما نقدر نفتي بهاي الشغلة أكو مصادر حكومية هي تحاسب الجاني يعني إحنا لمتى إحنا تحت حكومة أخوية جزاك الله ألف خير ممنونين احنا بداية الأمر نحب نعرج على الدوائر وعلى أسلوبها وتعاملها مع المواطنين هنا أكو زخم قوي بالدوائر والمراجعات مراجعين يعني يعانون 5 أيام 6 أيام 7 أيام يأخذ استمارة ما جنسية عراقية أو استمارة ما الهوية يعني يراجع أكثر من أسبوع يلا يحصل ومن 2 بالليل ومن 3 بالليل يحجز سرة ويباتون ويحجزون سرة وكثير شغلات بالموصل تعبانة يعني ورشاوي موجودة اعتيادي ونعاني من سوء الخدمات يعني البلدية ما تمر على الشارع بالفروع ما تفوت على الشارع فقط الرئيس الرئيسي وكثير شغلات يعني الوضع الصحي العناية الصحية علاجات الأمراض المزمنة ما موجودة يعني أنا عندي ابني مريض علاجات الأمراض المزمنة ما موجودة تروح تراجع الشعبية ينطوك مادة وما من العلاج اللي تستخدمه تظاهرات حق مشروع للشعب يعني ماكو واحد يطلع هو مرتاح لابد أنه يكون عليه ضغوط وأنه ما مرتاح وأنه يعني حياته صعبة حتى يطلع تظاهرة يعني ما تشوف واحد مرتاح وقاعد متونس يطلع تظاهرة اعتياد احنا متضامنين معاهم وإن شاء الله يعني تحقق هاي التظاهرة استقرار الموصل شلون من ناحية الخدمات البطالة والله البطالة موجودة الخدمات يعني ما أقدر أقول لك يعني خلينا نقول 30% الشوارع الرئيسية رئيسية مثل خلينا نقول البلدية الماي الكهرباء متذبذب وضعه طلاب خريجين قاعدين طلاب خريجين قاعدين ما عندهم لا وظائف لا هذا لا وظائف ولا هذا السلام عليكم أخي احنا عندنا ناحية الخدمات الخدمات صفر بالمرة هسه آخر شيء جتنا ورقة الماء جتنا 70-75 يقول لك هاي ورقة الماء والمجاري هاي ما السنة
زين احنا مال سنه وين كانوا هاي السنه؟ من عنده 70 و75؟ احنا كنا بطالين، لا رواتب لا رعايه. ما زي اللي يطالبني مال سنه، ما انا طالبه رواتب مال ثلاث سنين، اشو ما اعطوني اياها الدوله؟ لمن هي عطالبني مال مي ومجاري سنه. زين المجاري منو جاء علينا؟ يا سياره شالت الاوساخ. احنا عن انطلاق للعربايه 500 و1000 دينار في سبيل 60 الاوساخ خارج المدينه. زين؟ هسه حيطالبني ما سنه ما تدفع كلها 75 و80 الف و90 الف. منين اجيب لهم اني؟ اذا انا الدوله اللي تريد من عندي تنطي لي راتب. لما الدوله ما منطيتني راتب، انا منين اعطي الدوله مال مجاري ومال ماي 75 او 100 الف؟ ما عندي يعني. هل تنطينا رواتب وتطالبنا بحقها مثل ما هي طالبنا تريد مال مجاري ومال مي مال سنه راحت. انا هم طالبهم ما ثلاث سنين راتب ما انطوني. هويات. زين؟ زين عندنا هويات. هويات تروح للهويات مقلوبه الامه. مقلوبه الامه، اللي عنده واسطه تمشي هويات، واللي ما عنده واسطه بس على مود تروح توقع من هذا شو اسمه؟ الاستخبارات. اسبوعين ثلاثه انت ما تحصل سره. واذا حصلت سره عند الاستخبارات عند المدير ما يوقع لك. الا يجي اسبوع اللي انت تجي به، اجي الاسبوع المقرر مقلوبه الامه. لو لحق لو ما لحق، يعني الهويه ست اشهر اربعة اشهر ما تحصلها نفس اليوم، واللي عنده فلوس بنفس اليوم يطلعها. هاي صوره قي ست اشهر طولت تبيع على ما طلعتها. عندنا زين عندنا هاي مال وفيات. مال وفيات. مال وفيات ست اشهر سبعة اشهر بيوم واحد كنا نطلع شهاده الوفاه. هسه سبعة اشهر ثمان اشهر شنو السبب؟ احنا اهم شيء نطالب بالجنسيه والهويه. عندنا السيطره مال الشيخان نينوى. هاي صار لها 5 سنين 6 سنين مسدوده. ليش؟ سيطره بينها وبين السيطره مال بيشمركه 50 متر. واحنا القرى مالنا كلها خلف السيطره. يعني هسه اذا اروح للقريه مالتي لازم انا عائله سته لازم ادفع 60 الف يلا اروح اشوف ابويا بالجريه. ليش؟ وهويات هناك بالشيخان. ما تعبر عن هويات. لا نروح نبات بالجنسية غادي. نروح الساعة 1 والساعة 12 بالليل نمسك سرة غادي بالجنسية. على ما نفوت نكمل نمسك الشباك ما يقبلون، يقول تعال على باشر، تعال على باشر نجي ثاني يوم. نبات نفس الحالة كذلك. انبات غادي نمسك الشباك يقول ماك ما يقبل يختم. راح مالك كل منطقة لازم يومين، وهذا اليومين ما يفيد كل شيء بيها. اللي عنده رشاوي يفوت ياخذ ويختم هويه ويدير راسه ويطلع. والواسطات اهم شيء غادي. يعني انا بنت غادي، انا بنفسي بنت غادي يومين بالجنسيه كل شيء ما حصلت. 100000 والله ما اعرف. اللي عنده واسطه يفوت، واللي ما عنده واسطه ما انت الله كل شيء ماله هو ما يحصل كل شيء بيها. هاي الجنسيه العراقيه والهويه. بالنسبة للوظائف مثل ما انطوا الجنوب خلي ينطون الموصل وينطون المحافظات كلها، ما ينطون محافظات الجنوب والوسط ما ينطونها. هسه عاني موظف مجاني صار لي سنة ونص اداوم، ماكو اي تعيين، ماكو. كل ما نروح يقولون لنا 1-8 1-7 1-6 1-4. بالنسبة لهاي الطلاب كلها خريجين خطية، كلها خريجين. يعني شلون الساعة نهج من هذا البلد؟ يعني نهج نطير، يعني نطلع تعالنا درب، خلونا نطلع ونعوف البلد لكم. انتم السياسيين بس انتم صولوا جولوا بنص هذا البلد. يعني شلون هسه انتم افتروا، انتم بيعوا جيبوا ودوا، احنا ناس ما ظل لنا اي لازمه بهذا البلد. خدمات صفر صفر. هي هذيك المزبله داعق عليها، هذيك بنص على امراض، كلها امراض وكلها الدنيا. والله صح. خدمات صفر. هذه المزبله هسه بس فر الكاميرا وشوف، شوف المزبله هذيك هي بلديه. ما انا من الوكيل، لا اله الا الله. ماني عامل، تعبت عليهم. لما ما سويتهم وخرجتهم من المدارس على الكليات
هذا 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 شعر عيوني طلع ابيض. وهسه انا ما استفادت من عندهم. لما نطالب؟ يا وزير. اطالب وزير التربية، اطالب رئيس الوزراء. حسبي الله ونعم الوكيل. انا تعبت عليهم وانا هسه انا بعد ما اقدر لا شغل ولا عمل. وانطيتهم دراسة لحد ما وصلوا الكليات. زين وهسه لا هم متوظفين ولا انا بي اشتغل. اخوي الكهرب هاي كم يوم شويه ها زين. الوطني زين. عندنا ابو المولده يشغل، من يطفي الوطني يشغل ابو المولده. بس عندنا الماي كل اربع ايام خمس ايام يجينا مره واحده. قبل المي كان زين، يوم اي يوم لا يجي، هسه كل ثلاث ايام اربع ايام يجينا مره واحده المي. الكهرب الوطني زين، واحد حتى يحكي الحقيقه. خدمات اهل البلديه يجون. يوميا يجون بالليل يشيلون الوسخ. ليش اختلف وياك واقول لك لا ما يجون وما يجون؟ حتى واحد لا يختلف. هي بس يعوز شنو الرواتب، بس تجي الرواتب مال الموظفين. هي من تستمر الرواتب مال الصحه مال المعلمين مال كل الرواتب، من تجي الرواتب تصير حركه بالموصل والتقاعدين وخاصه الرواتب الرعايه. من تجي الرواتب الرعايه الناس اكو ناس عايشه على الله وعلى الرواتب مال الرعايه. الراتب من يجي مال الرعايه المواطن يقدر يشتري يسوق كل شيء يشتري. هي اهم شيء الرواتب، من تجي الرواتب البلد يشتغل، من ماكو رواتب البلد ما يشتغل. السوق والله اقدر اقول لك واقف 50%، بس من تجي الرواتب تصير حركه. اهم شيء تجي الرواتب مال الصحه كلها بالكامل، مال المعلمين، مال الموظفين، مال الكل تجي الرواتب. من جت الرواتب الحركه تصير زينه. خضروات زين اسعارها، حيل زين الخضروات. الخضروات يعني شو افقر واحد يقدر يسوق خضروات. طماطم ب 500 دينار، خيار ب 500، هاي شوف هاي الفواكه بانواع واشكال. الدوائر الحكوميه بالموصل هنا مراجعات. ايه. شلون تشوفون والله ازدحام. تروح على الجوازات حيل ازدحام، على الهويات تروح حيل ازدحام. يعني وين ما تروح ازدحام، فرد مره ازدحام. الطرق زينه، لا مفتوحه الطرق وماكو يعني حركه زينه، بس شنو انا اقول لك؟ السوق نايم على موت شنو؟ الرواتب ماكو، بس ان شاء الله الرواتب من تجي؟ ها؟ والله ان شاء الله الرواتب كلها تجي مال كل الموظفين اللي بالعراق، مو بس هي بالموصل، هي وين ما تروح رواتب من ماكو شغل ماكو. شنو شغلتنا الحشود؟ هاي صار لنا سنه ونص بلا راتب. لا بعد يفلشونا ولا بعد ينطون راتبنا، شنو قضيتنا احنا؟ اذا راتب ماكو ما ينطون راتبنا، خلي يفلشونا اخويا. اصلا بعد الاتحاق ما عندي فلس، ما عندي بجيبي. اليوم اتحاقي فلس ما عندي بجيبي، الله يقبلها هيجي. ما اقدر اصح من عوائل، لا مال وزن احنا والله ما نتطوع. والله ماكو شغل عمل، والله لا اجي هنا ولا اتطوع. شنو قضيتنا احنا؟ يعني لا بعد يفلشونا ولا بعد يطولوا راتبنا. شنو قضيتنا يابا احنا؟ لازم يسوي لنا حل، يا اما يفلشونا يا اما يجونا راتبنا. ما احنا ما نبقى هيك احنا. بقت الحاله على دور رواتب، الحل بيدهم، يا اما يفلشونا يا ينطوا راتبنا. الحل بيدهم. ما نبقى هيك لا مطلقه ولا معلقه، اشنو قضيتنا ما حد يعرف. قصتكم الدوام. صار تقريبا سنة ونص، الله يقبلها هيجي، هم لو بشتري 200 الف هم احنا عايشين. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدي اتطرق لمشكلة السجناء اللي موجودين اللي ساجنيهم الاستخبارات. طبعا أكثر السجناء ساجنيهم لأن مبرمجين أو سكيورتي بالأمن المعلوماتي أو هكر يسجنوهم لأن ما لهم ذنب المساكين. فاحنا يعني نحب نتطرق لهيج أمور لأن اغلب الناس يعني مثل مبرمج سواء او كان موجود بالابتزاز الالكتروني يسجنونه، يعني ما عندهم اي مانع. واغلب الناس جاي تعاني من هاي المشكله الابتزاز، يجيك اي واحد يقول لك انا محارب ابتزاز الكتروني بالحقيقه هو احد المبتزين وما يعاقبونه. احنا نحب انه نلغي هاي الفقره، يعني اي واحد جاي يسجنونه الاستخبارات او اي شخص، والحدث يعني ما نعرف وين مكانه. ماني واحد من الناس صاحبي ما اعرف وينه.
كاميرا حسين خير. انطلقت شغانة المظاهرات في البصرة من يوم 5/7 ولهذا اليوم طالبنا ونطالب بخدمات، طالبنا ونطالب بإلغاء مجالس المحافظات لأنها سبب إهدار أموال وسبب الفساد، سبب إهدار الأموال والفساد هي جميعها، لكن لم نجد آذانا صاغية من قبل رئاسة الوزراء والمحافظة. نطور أساليب الاعتصام الاحتجاج، ولهذا اليوم دعينا إلى الاعتصام، ويستمر الاعتصام إن شاء الله باكر وغدا وإلى المستقبل إن شاء الله إلى تنفيذ المطالب. زين، وإن شاء الله لن نعجز. زين، إذا هم كانت إرادتهم لفض هذه الاعتصامات فنحن لن نعجز إلى تحقيق المطالب. مطالب شنو؟ المطالب أولا إلغاء مجالس المحافظات، هاي مطلب رئيسي، لأن هي سبب رئيسي بالفساد، سبب رئيسي بضياع الأموال، سبب رئيسي في استحواذ الأحزاب لأكبر عدد من السلطات، وبالتالي أنه ضياع الأموال بينها. زين، بحجة أنه هذا رئيس مجلس محافظة، هذا محافظ، وضياع الأموال بسببهم. لهذا السبب الأول والرئيسي لخروج المتظاهرات أنه نلغي مجالس المحافظات وتحقيق مطالب المتظاهرين. يعني هسه احنا أبسط شيء، مطالب هي مو فد شيء، مطالب هي مو فد شيء، ماي، يعني هي متطلبات الحياة المفروض متوفرة، مو نطلع عليها مظاهرات ماي. احنا بال 2018 بالقرن 21، زين، ولحد هسه ماكو ماي، ليش يعني؟ ترى يعني ما عايشين بالصومال، احنا من اغنى دول العالم، ثاني احتياطي بالعالم، اشهر احتياطي بالنفط العالمي عندنا موجود، ولهذا بسبب من هاي، بسبب الاحزاب الاسلاميه، بسبب الاحزاب التي تدعي الاسلام، بسبب الاحزاب المدعومه من ايران، لهذا هذه قرصه اذن. زين، وان شاء الله الايام القادمه سوف تبين ان هذه الاحزاب هاي نهايتها ان شاء الله وصلت للهرم وراح تطيح. زين، اذا لم تلتفت، وما راح تلتفت، انا متاكد من عندها 1,000,000 شعب كله يدري، ما راح تلتفت لهذا الشعب، راح تلتفت وراح تسقط، هاي اخر ايامهم، عليهم بتنفيذ مطالب الشعب، اليوم الشعب يطلع وباكر يطلع، بس يجي يوم بعد ما راح تصير سلميه، وهاي جاي نقول نكررها اول ثاني وثالث مره، ممكن في يوم من الايام تنفلت الوضع وما راح تصير سلميه، لهذا نطالبهم انه الاستجابه السريعه للمطالب المتظاهرين. الناشد المواكب اللي دائما بالاربعينيه قاطع الطرق وقاطعين الشوارع وهالرياء هذا مالهم، يعني الناشدهم اليوم الحسين هم واقفين، ترى هم مظلوم، اهل البصره مظلومين والعراق كله مظلوم، والناشد شيوخ العشائر اذا صير طلابه لو بتركيا يروح يركض، بتركيا يروح يركض لو وين ما كان، والناشد الحوزه اللي دائما تقول البحرين وما ادري وين واليمن، خلي اليوم الشعب طلع وجاي يقمعون بي، جاي يكتون بينا، جاي يسجنون بينا، جاي يوقفوننا، ليش ما يطلع يحكي؟ كاش وقت يطلع يعني؟ الماي المالح كتن، الكهرباء ماكو، الشغل ماكو، الصحة، الدراسة، كل شيء يعني كل شيء خرب بهالبلد هذا، شو وقت يعني شو وقت هاي راح تطلع؟ يعني المرجعية تطلع بعد 4 سنين؟ ماكو هذا حل، هذا مو حل، يعني الشعب راح يموت بهاي 4 سنين، وجاي يموت يوم على يوم. نشان ناشد حتى الأمم المتحدة التدخل، مثل ما جابوهم على الدبابة هذول الخوانة، نريدهم يطلعونهم، كافي كلش مليان. بسم الله الرحمن الرحيم، احد متظاهرين البصره. طبعا احنا ما طالعين شغله عفويه، لكن طالعين على شغلات اساس مقومات الحياه، الماء، الكهرباء، والعمل، يعني ثاني ثالث ما موجودات البشر شلون يعيش؟ زين، كفى انتظارا، احنا صار لنا 15 سنه ننتظر، اليوم باكر عقبه ماكو نتيجه، فاحنا جاي نطلع، عندنا شباب هواي ما جاي يتحركون، باقين بالبيوت، الناشدهم يجون ويانا، هي هم اعتبار هنا فسحة، خلي يجون يشوفون الجاي نسوي احنا، وكلها في سبيل المواطن البصري، يعني تحسين المعيشة، تحسين الحالة الاجتماعية، اكو احنا عوائل عندنا كن على ثقة، وجبة واحدة تاكل اليوم، شنو السبب؟ سبب الفساد، فساد الحكومة مو فوق الجوة، فنطالب احنا نطالب الشعب البصري يطلع ويانا، ما نطالب اي شيء هسه، من يطلع الشعب البصري ويانا نقدر نطلب اي شيء توفر لنا الحكومة، وشكرا. طبعا احنا نعتصم، الاعتصام اليوم من الصبح نصبنا خيمه، اللي اجى امر من المحافظه قالوا عليكم شيلون خيمه، صارت فيها هوسه وضجه، هنا الشغب شالوا الخيمه مالتنا،
خذوها دخلوها جوا بالمحافظه، هي اسمها موجوده جوا، وهسه جان طالب بهم ونقول لهم يابا طلعوا لنا الخيمه نريد نعتصم، قالوا لا احنا ما عندنا امر بالخيمه تطلعونها. زين عندنا قبل فتره صارت ذيك المظاهرات الاولانيه، قلنا لهم يابا طالبنا بحقوقنا، نريد احنا شو نريد؟ احنا نريد الكهرباء والماء وشغلك وغيرها، ذني ما نريد شيء، رمونا وكل شيء سووا بينا. زين قالوا توظفونكم توظيف وكل شيء ماكو، هاي القبه رحنا المعقل هون ذبينا فايلات وهاي كل شيء ماكو، الله وكيلك كان يسموها ابره تخدير، يادون يهدئون الوضع عود على اساس هسه وباكر وعقبه وبعد 100 سنه احنا نظل نتظاهر ما نكف من المظاهرات لحد ما يطلون احد. المعتقلين عندنا معتقلين جوا 150 واحد معتقلين من الدق يدقون عليهم، زين ذاك موتينهم كلش مو شلون ماكر يعني مأذينهم، احنا نطالب بالمعتقلين يطلعون، واذا ما يطلعون يعني ذيك الساعه تفرق. خرج اليوم الساعه 9 صباحا بالاعتصام امام مجلس محافظه البصره بعد ما نفذت الوعود ونفذت المطالب الحكومه المركزيه ولم تلبي اي مطلب لمحافظه البصره. طالبنا بالماء المالح بلوحة الماء بالكهرباء بالعطل عن العمل، ورفعنا سقف المطالب إلى تشغيل المعامل وإقالة مجلس محافظة. إقالة مجلس محافظة يعتبر اليوم مجلس محافظة من أفسد الدوائر الحكومية الموجودة بالبصرة، لا لم يحركوا ساكن، لم ينتبهوا إلى مطالب الشعب البصري، ولم يبالوا ولم يبالوا. واليوم تفاجأنا بقوات السوات وقوات التدخل وقوات الشغب بفض الخيمة وضرب المتظاهرين والمعتصمين وصادروا الخيمة ودخلوها إلى مبنى مجلس المحافظة. وها نحن اليوم الساعة الرابعة عصرا جددنا الاعتصام أمام مبنى محافظة البصرة، وها حاليا ترى أنت جماهير البصرة معتصمين ومطالبين بحقوق البصرة. كل ما نريده هناك ان حكومه المركز الحكومه الاتحاديه لم تلبي الى المتظاهرين، وبالعكس قاموا بالتدخل وقاموا بفض الاعتصامات وقاموا بارسال قوات عسكريه للبصره، وهم اليوم انت ترى المعتصمين كلهم ناس عزل وناس مسالمين وسلمين ورفعوا الشعارات السلميه. لماذا هذا الفضل؟ لماذا هذا الضرب؟ لماذا هذا القنان المسيل للدموع بحق المتظاهرين؟ نحن اليوم مستمرين ونبقى مستمرين حتى تحقيق مطالب محافظه البصره. المظاهرات مستمرة صار 21 يوم على التوالي، طبعا ما تقطع الا تحقق المطالب. المطالب اولا او الدرجة الاولى التعليم، والثانية الصحة، وثالثا التعيينات هاي العطالة بطالة خطير الخريجين اللي من ضمنه انا وفلان وانت وغيرنا، وخدمات وبنية تحتية يعني، والفساد ترس المؤسسات صارت ارضى بالمؤسسات. يعني انت ذاب حزب اخذ فايلي واروح مثلا ارد اتعين بالمحكمة، قال لي عندك من ذوي الشهداء؟ قلت له يا شهداء عندي انا شهيد بحرب ايران، قال لي لا خائن. ها ليش؟ طب قاتل عن البلد، قال لا هذا حارب الدولة ما ندري نقول اسمها، خائن. اللي عندك بحزب الدعوة يلا تتعين، اللي عندك ما ادري وين يلا تتعين، انت انسان فقير متواضع ما لك. عمي احنا مطالبنا باقية وان شاء الله هذول المتظاهرين تزيد تكثر، لان شباب ما حد يدري على منشور اجت الناس، وان شاء الله تتحقق المطالب وهاي المحافظة ما تبقى. واحنا نطالب برئاسة الجمهورية، احنا البرلمان ما يخدمنا بعد، لان البرلمان كله بيجيهم تقاعدهم حصصهم فلوسهم اراضيهم بساتينهم وبيوتهم، احنا ما بنستفاد شيء. هات عمي من يمتى متخرج صار لك شقيت؟ هذا وهذا وهذا كل شيء ما حصلنا من الحكومه. بالنسبه هنا للتبرعات هناك ناس خيره وتبرعت، احنا نناشد المواكب الحسينيه، يعني المواكب الحسينيه بمحرم ما شاء الله، والمشي للامام الحسين، امام الحسين ثوره يعني، يعني وين هاي المواكب الحسينيه ما تجي تخدم هاي الناس اللي طالعه نازار على مود حقك وحقي. وانا بالنسبه لي من رايح ما راح اناشد الحكومه بعد، اقعد اناشد هذا الشعب النايم الشعب البصري، يعني بشرفك الشعب البصري بس هاي الوادي متى دي وما باخذ حقوقه؟ احنا على مود ان شاء الله مستمر الاعتصامات وهاي الوادي من الاضاله، وان شاء الله الاعتصام باقي ان شاء الله ومتمدد ان شاء الله، وان شاء الله مستمرين بهذا الشيء.
وان شاء الله اكو ناس خيره تدعم هذا الشيء. واحنا الناشد وارجع واقول الناشد المواكب الحسينيه مو بس بمحرم، الامام الحسين بكل وقت، مو بس فقط مشايه وزياره الامام الحسين ولا طم وبكي، هذا ما اريد. الامام الحسين هسه وقته ومواكب الامام الحسين هسه وقته، مو بس بعشره محرم. زين وهاي الوادم النايمه خلت تطلع شويه، خلت تقعد من نومها، مو بس هاي الوادم متهدي. زين كافي كافي، ماي مالح، شغل ماكو، فرص عمل ماكو، والوادم نايمه قاضيه نت يومك الليله كله قاعد على النت، وبالنهايه ما يعرف يجي يوقف لنا ويا هاي الناس. بس هاي الناس متاذيه، بس هاي الناس ما عندها فرص عمل، يعني بصر بس هاي الناس بيها متاذيه. عجيب والله العظيم عجيب.